السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو كان فيه مواجهات كتير حلوه، في عدد كلات كتير حلوه، عدد كلات عاليه، وكلها مواجهات ضد سكوادات سكوادات يعني اقوياء، يعني سكوادات دمجهم خرافي ومواجهاتهم خرافي. فبتمنى انه يعجبك الجيم. اذا كنت اول مره عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه. شباب، اذا الفيديو بيوصل 10000 مشترك 10000 مشاهده راح نسحب شخصين ثلاثه ونعطيه شهادات. اذا الفيديو يوصل 10000 مشاهده وراح عم نعمل بثوث مباشره على الفيسبوك. انتقلنا من امبارح صرنا نعمل بثوث مباشره على الفيسبوك، وقلت لكم هذا الفيديو السابق. تعالوا كلياتكم على صفحه الفيسبوك واعملوا متابعه وتابعونا هنيك لحتى نعمل مسابقات ورومات ويكون في جوائز. حتى هنيك اذا الرومات مشاهدات وصلت 300 مشاهده راح يكون في سحب كمان للعشدات. فبتمنى انه كلياتكم تجوا اللي عم تحضروا الفيديو تجوا لهنيك وتوصلون الفيديو 10000 مشاهده. هلا بترككم مع الفيديو، مشاهده ممتعه والسلام عليكم. لما بوشن كيد تدمر اعرف قهرمان هنا انا اصبر 6 ثواني راح تموت من تفجر الرمانة من تشوفني على الطيارة اطلع برا اوف الجيم لورد تدمر عادي انزل حويات باع الايم تنزل سولو يمسك وادك عادي مين ما تفرق واحد او اربعة دايم ايم يسحل يحرق لنفور بيدي صوت اجلد بيها امثالك محلاك وانت نوك تدلع جمالك شايفك قدامي بوت او ديم جاي تواجه اسيادك سليم. انا هون ما في داعي انك تكمل جيمك، روح ادخل جيم جديد مو عشان عشان تقييمك عاللوبي اطلع بيبي من عالشاشة تشوف اسمي لما وقعك بتقلي don't kill me hey hey don't kill me. لما انزل كلاسيكي ما بلاقي مستويات ما في متعة مع اللعيبة هاتوا لي الهكات شايف حالك محترف لك انت اكبر بوت بنصحك لا توقف اوبر راح تتبهدل بالهيتشوت راح انطيك فرصة تختار سلاح تموت بيه قناص او ار ولا تريد اس ام جي لتلف ولا تدوق طعم الذل راح تدوق مهما كبرت وصغرت اخرتك صندوق هاي اخرتك صندوق. ثلاث سكوادات اي كان من البيوت فيك واحدة تعال وين رايح تعال تعال ارجع ارجع مرة ثانية لا تكمل بريك كمبر لقلك كمبر خلي الكاميرا تنفعك يلا كمبر خلي الكاميرا كمبر خلي الكاميرا تنفعك يلا لا بدك فرشة لك السيارة كيف عم تمشي عندي لك
فول بيدن كان يسين فون 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 هاي هاي قهرمان مارك ذا لوكيشن ورندر 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 سكواد 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 هندي كنيسة ما في رحمة خيو لا لا سكواد انا نبش هيك بالاوبن بيشيلونا والله واحد وراقه ما ندير بالك منه كيلات يا ايش ورانا ورانا تلي عندي تعالوا كيلات يلا يلا علو بي علو بي علو بي علو بي يلا فجر صاحب ملكة علو بي لا تكمبر مرة تانية الكمبرة ما بتفيدك يا صاحبي والله ما بتفيدك مثل ما اقول لك العاب لعبك الكمبرة ما بتفيدك واحد اجى اختار على اليسار ورا التلة ورا التلة عندنا بشر انا ما انتهت هو طيب ما excellent work mark the location مين تعال يا زلمه هو بس دايره بالطرف الثاني خلينا نروح احسن ما يكون عاملين لنا كمين ولا شلت معك الكار ولا لا اه والله على سفر ما معك بنزين سير سير خلاص خلاص على مين عم تضرب فجر فيني سيارة في شي قناص معه لا 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 ليكم على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل تعال شلينا هوا شلينا هوا نحن يلا الجيم مولنا يلا شلينا هوا نحاول نلف من تحت ندخل على الزون تعال انا بالزون تعال 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 انت برا بطرفهم هذا اذا بلفوا عليك بيشيلوك محمد طيب عم دعم طيب عم دعم بحاول ارجع طول بالك في دروب هناك بس بس كيف بدنا نوصل عليه شفت بدنا سيارة هلا ايه خلينا نروح على البيوت خلينا نروح على البيوت ما يست ما معي ولا وحدة معلش خلينا نركض على البيوت تعال سحله صوته سحله صوته فاتح صوتك فاتح صوتك قلتوا لعند الصخرة بس واحد تاني ايه ايه
بش تعال محمد بش معه محمد بش يلا 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 زد قنبلة أول شيء كفو 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 تعال 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 شيني خد كفر حبيبي حبيبي هذا يوتيوبر مو خاك هاي يوتيوبر حبيبي حبيبي قهرمان كردي قهرمان كردي اجا اجا سيارة سيارة هدولني اجوا يا محمد على يسارك محمد على يسارك محمد على يسارك محمد اللي صاروا ايوه لوري جي كفو 27 كيلو يا الله 27 كيلو على اللوبي يلا